حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاه الجميع صلاه احدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكه الليل وملائكه النهار في صلاه الفجر ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودًا